نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، منورنا يا كابتن. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد. اهلا يا كابتن. نور يا كابتن. نور يا كابتن. مبروك النادي الاهلي على المباراه وعلى الثلاث نقاط وهارد لك لنادي البنك الاهلي. كابتن ايمن، يعني خلينا نتكلم قبل ما نروح للحالات التحكيميه، عندنا حدث مهم جدا جدا النهارده وهو موضوع كابتن علاء كلاتنبرج. في البدايه بقول ان قناه النادي الاهلي كانت دائما وابدا في كل البرامج، مش بس للاستوديو التحليلي دوت كابتن بلال، من البدايه كانت داعمه لهذا الرجل ولهذه التجربه، وقفنا معاه في كل مراحل التجربه وحتى الان، يعني حتى هذه اللحظه كابتن بلال احنا داعمين لتجربه الراجل. ليه؟ الراجل لسه بقى له 4 أشهر أو 5 أشهر، فاحنا بنقول ان قناه النادي الاهلي دايما كانت سانده وداعمه لهذا الرجل حتى هذه اللحظه، على الرغم من تعرض النادي الاهلي لبعض الاخطاء التحكيميه، ولكن حتى لما كانت اداره النادي الاهلي بتقدم يعني اعتراض كان في رقي في الاعتراض على الراجل، اخطاء زي يعني زي اي اخطاء كابتن علاء، فكان التعامل تعامل محترم جدا مع هذا الرجل. دي بدايه بس احب اقولها يا كابتن بلال، ليه؟ عشان اللي جاي مهم جدا. اللي جاي ده مهم جدا. السؤال يا كابتن ايمن، الراجل دوت مشي ليه؟ كلاتنبرج. اولا الراجل دوت في البدايه كابتن علاء هو جاي مدير فني للحكام او ماسك مدير تطوير للحكام، ملوش علاقه بلجنه الحكام تماما. يعني هم جايبينه في البدايه كمدير فني للجنه الحكام علشان يطور منظور. يطور. يبقى النهارده في فرق ما بين مدير لجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام، دي مهمه عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا. ايوه. مدير التطوير يبقى انا زي المدير الفني كده كابتن علاء، انا بشتغل مع الحكام فني في الملعب وفي التطوير، وفي دي كانت شغلته في البدايه. الناحيه الاداريه لجنه الحكام كان هيبقى فيه مسؤول للجنه الحكام في هذه الفتره كابتن. طيب لما جه هو جه فتره قال انا هشوف الاربع مباريات او الاربع اسابيع اللي هم في الموسم اللي فات عشان نشوف الحكام واخد فكره وارجع تاني وارجع لكم أو يعني اول الموسم. الراجل لما جه قبل ما يجي كابتن بلال ايه اللي حصل؟ نقد يعني على طول الخط في الرجل، ده مش محاضر، ده ما بيعرفش يطور، ده ما بيعرفش في السعوديه اخفق، بص كل هذا الكلام لسه الراجل ما كانش استلم عمله. حتى احد اعضاء او مسؤولي لجنه الحكام اللي هو كان موجود لسه ما زال في الاتحاد، ودي نقطه مهمه جدا كابتن علاء، لما انا اكون مسؤول في اتحاد الكره عن التحكيم واطلع اقول ان الراجل ده لا يصلح، واقول ازاي اتحاد الكره يعني يتفق معاه بدون ما يعني ما يرجعوا لي، ويمر الكلام دوت واتحاد الكره ما ياخدش قرار. انت النهارده مسؤول في لجنه الحكام، انا كاتحاد كره خدت قرار بتعاقد مع كلاتنبرج، بتطلع تقول ان الراجل دوت لا يصلح وان قرارات اتحاد الكره ديت يعني ما كانتش مظبوطه، تحاسب طبعا كمسؤول، ولكن ما تحاسبش. بعد كده حصل يا كابتن بلال؟ هذا المسؤول اللي هو قال انا مش هشتغل مع كلاتنبرج وان كلاتنبرج مش بيطور، وكلام كتير اتقال، اتعرض عليه ان هو هيبقى رئيس لجنه الحكام وكلاتنبرج مدير تطوير. الراجل بعد ما سمع الكلام دوت رفض ان هو يشتغل مع هذا المسؤول، وقال لك لا ما اشتغلش معاه، ده الراجل ده بيهاجمني من قبل ما اشتغل. يعملوا ايه عشان يطلعوا؟ جابوا سمير عثمان. الكلام ده كابتن علاء انا بقوله بالظبط، كابتن سمير تيجي رئيس لجنه الحكام. الراجل محترم جدا سمير جه قعد اتفق كابتن بلال، طب انا اختصاصي ايه؟ وده مهم، انا رئيس لجنه الحكام والراجل ده مدير تطوير، طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل مسؤول توزيع ولا انا همسك اللجنه ايه؟ يعني الكلام ده مهم جدا. كان ليه مطالب 4 شروط اهمها طبعا يعني كلها حاجات خاصه بالتحكيم يا كابتن علاء، ما حدش تقريبا رد عليها، وبالتالي ايه هم النهارده ولا ردوا على سمير ولا ردوا على الراجل جابوا له رئيس لجنه الحكام، قالوا لا انت بقى رئيس لجنه الحكام ومسؤول. ومسؤول هنا ابتدت المشاكل. كابتن مالي الراجل ده جه نمره 1 اتفرضت عليه لجنه الحكام مش بتاعته. هذه اللجنه الموجوده مع احترامي لكل اشخاصها لجنه الكابتن عصام عبد الفتاح، ولو في وقت هقولهم بالاسم، ما حدش فيهم يغير. يعني انت النهارده جايب راجل فرض عليه اسماء ومع ذلك مفيش مشكله. طيب انت الراجل جه لقى القائمه الدوليه طلعت، حتى الحكام بيسالوا احنا القائمه الدوليه ازاي ومشاكل كتير، قال لك انا ماليش علاقه بالقائمه الدوليه، القائمه الدوليه دي عن سنه فاتت.
صدرت له مشكله القائمه الدوليه، صدرت له اعضاء من جوه في صراعات يا كابتن علاء من داخل اعضاء اللجنه، من داخل اعضاء اللجنه. اذا النهارده فين التعاون اللي موجود من اولا من اللجنه اللي موجوده معاه؟ فين التعاون اللي انت في البدايه صدرت له مشاكل؟ فين التعاون لما انت عمال تهاجم الراجل ولسه ما اشتغلش؟ ده حتى لما قال وطلع قال كده كابتن علاء، قال ان المحادثات ما بين الحكم والفار انا على مسؤوليتي هطلعها الناس تشوف. المسؤول اللي طلع اللي كان موجود ده هاجم الراجل بشده ازاي وده مخالف ومخالفه كلام كتير جدا جدا. النهارده الاتحاد الدولي يا كابتن بلال بياخد قرار بان سيتم عرض محادثات الفار ما بين الحكم وتقنيه على الجمهور داخل ميدان اللعب وفي مع المشاهدين. صح. اذا الراجل دوت كان سابق وليه رؤيه، وبالتالي هيطبق من اول المباراه اللي هي في كاس العالم للانديه. ودي كانت ميزه الراجل عمل ايه النهارده كابتن بلال؟ حاجه جديده جدا، وقال لك هعترف بالاخطاء التحكيميه وهطلع. وفعلا لو تفتكر كابتن علاء ماتش المحله والاهلي هناك ركله جزاء لاكرم ما اتحسبتش، هناك دهس على اكرم بطاقه حمراء، هناك حاله الشناوي طلع ايد قراراتنا اللي احنا خدناها هنا، وقال بالظبط ان التحكيم في هذه المباراه اخفق فيها ان الاهلي تعرض لظلم في هذه المباراه ولكن كسب. لما بنيجي نقول النهارده كابتن ان الاتحاد السكندري والاهلي اتحسب ركلتين جزاء على النادي الاهلي، محدش فينا اتكلم. محمود البنا كان حكم ركلتين جزاء، واحده على ياسر ابراهيم والثانيه على الشناوي، ومع ذلك محدش كان بيتكلم وكنا دايما بنتعاون مع بعض. النهارده الراجل لقى المشكله وهناك هجوم كبير جدا يا كابتن علاء محدش بيحميه. خد بعضه وراح انجلترا، والنهارده احنا التحكيم المصري للاسف دخل في النفق المظلم يا كابتن بلال. الحل ايه؟ الحل النهارده ايه؟ هل النهارده انت هتجيب حد من مصر يمسك جلسه الحكام في هذا التوقيت؟ صعب. اذا انا بقول من هنا من خلال قناه الاهلي الراجل يعني لو في امكانيه يرجع يكمل نحاسبه بعد نهايه الموسم. سيبوا الراجل يشتغل، الراجل بيعين تعيينات بيحصل فيه تدخلات، شيل ده وحط ده، ودي مشكله. يعني في معوقات كتيره جدا لكابتن بلال لهذا الرجل، وزي ما قلت احنا كنا هنا في النادي الاهلي داعمين لهذا الرجل ومساندين ليه. اتمنى لو جلاتنبرج هيقدم استقالته، وبقول اهو كابتن ايمن من فضلك احنا عاوزين حد من اوروبا تكون السيره الذاتيه او السي في بتاعه على مستوى عالي من اوروبا وليس من اي دوله اخرى. انا بقول اهو ده لمصلحه التحكيم المصري، لو احنا عاوزين يبقى في تحكيم مصري هاتنا حد يعني بديل لهذا الرجل يمسك التحكيم، ونبتدي الموسم الجاي لو هو يعني هيكمل مش هيكمل نبقى نشوف لجنه حكام من مصر. ده باختصار، وهو راجل قدم استقالته وبكره هيبقى في اجتماع لمناقشه الاستقاله. اعتقد يعني ويمكن المعلومه اللي جايه الاستقاله ما اعرفش هم طلعوها على موقع الاتحاد، في كلام ان هو ما قدمش يعني لسه كابتن بلال الامور مش واضحه. اتمنى التحكيم المصري يكون فيه وصف التحكيم على مستوى الاتحاد الدولي. الغندور النهارده ثالث مباراه لاحمد الغندور، ادار مباراه الاهلي واسوان في الاسبوع الثاني، ادار مباراه الصبح في الاسبوع التاسع، ودي ثالث مباراه للغندور. اعتقد النهارده يا بلال الامور كانت ماشيه. بعض الالعاب اللي هي يعني مش هنقف عندها، ولكن عدى في ظل هذا التوقيت الصعب. عادل خلي بالك حكم بيلعب وظروف استقالة لجنه ومشاكل ويعدي بهذه المباراه، اعتقد نجاح لطاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن بشكل عام في اداره هذه المباراه. هنروح لطاقم التحكيم وعندنا سبع حالات هناخدهم بشكل سريع كابتن ايمن ونشوفهم. هنا عندنا الغندور وكان مع احمد سمير جمال واحمد توفيق وصبح العمراوي، وكان على الفار الصباحي وهاني خير. هنا تسلل عند احمد توفيق، نشوف اول حاله معانا هنا ونشوف لحظه التمرير وموقف التسلل. ها كابتن شريف تسلل فين؟ اهو فين يا كابتن؟ في واحد مغطي، بس في واحد مغطي الناحيه الثانيه يا كابتن اهو. ايوه هو واقف هناك قدامه اهو. والتمركز طبعا تمركز الحكم مساعد ما كانش مظبوط، وبالتالي هنا حاله كان سابق. اول حاله هنا كانت تسلل، حاله بالخطا عند المساعد رقم 2 احمد توفيق. حاله بعد كده هنا يمكن ديانج اول مره بيحلف بيقول ان الكره ما جاتش في ايده. هي ما جاتش فعلا، وانا صدقت جت هنا انا صدقته. شوف هنا الصدر يا كابتن، هنا الكره جايه في الصدر احمد. يمكن انت كنت خلف ديانج وبالتالي انت ما شفتش هل هي جت في الايد، وبالتالي مش هصفر انا يعني. بص كابتن هنا اهي، بص نروح نشوف انت كده حسبها بس بالاحساس خدها بالاحساس. هنا الكره بتصل في السيده، وبالتالي هنا مفيش مخالفه لمس الكره بالايد يا احمد في هذه الحاله. الحاله اللي جايه هنا
معلش يعني هنا بنشوف هنا الصدام اللاعب بالحكم. هنرجع للقطه تاني عشان ما نظلمش الحكم كابتن احمد. لا الحكم مالوش علاقه بالموضوع. بص يا كابتن انا النهارده انا ده تمركزي الصح بجد. ايوه يعني انا واقف خلاص يعني اللعب بعيد عني وده واقف ده مكاني. يمكن هنا شوف هنا الاصطدام يعني انا ما اقدرش احاسب الحكم هنا واقول ان هو كان بيتحرك او تمركزه كان خاطئ. دي هذه الحاله كانت من الحالات المهمه حبينا نوضح عليها ونقول ان احمد مالوش ذنب في هذه الحاله. اللي بعد كده هنا قرار جميل جدا جدا هيجي من المساعد رقم واحد سمير جمال وهنا في مخالفه على طول. شوف التكنيك والراي على طول الناس متعاونه جدا جدا. كان سمير جمال النهارده هايل يا سمير تعاون في القرار وده اللي احنا بنقول طبقا للقانون وطبقا ليه انك انت بتعاون الحكم احمد الغلدون. مخالفه صحيحه لصالح النادي الاهلي وقرار متميز من سمير جمال. الحاله اللي جايه هنا السؤال هنا هو ده انذار ليه؟ تعمد 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 عشان هجمه واعده. لا مش تعمد ايه؟ عشان الكره دي كانت رايحه مين يا كابتن بلال؟ بقول لك هجمه واعده يا كابتن تعطيل هجوم واحد شفت كده؟ مخالفه لمس كره بايده وبالتالي هنا حتى عارف لو الكره دي ما فيش الراجل ده مش رايح ما كانش هيدي الانذار يا كابتن. بس بص يا كابتن هو برده متعمد لعب الكره بايده كابتن. حتى لو انا متعمد احنا بنقول الانذار في لمس يد حاجه من الاثنين يا تعطيل هجوم ايوه واعد خد بالك انت يعني هنا لو ما فيش لاعب النادي الاهلي النهارده على الطرف وكانت راكب الكره رايحه له ما كانش هيدي البطاقه دي. ولكن قرار صحيح من احمد في هذه البطاقه بطاقه صحيحه للاعب. بس خلينا فاكرين اللاعب نرجع بس سمير معلش سامحني سامحني يا كابتن سمير. هنا اللاعب اللي ارتكب مخالفه كابتن بلال كابتن عادل اسامه ابراهيم اسامه ابراهيم رقم 24 ايوه خلينا فاكرين عشان نرجع له تاني. خلاص هنا مخالفه وانذار صحيح من احمد الغندور. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف كان عندنا حاله ديانج ونشوف ديانج هنا اتعامل معايا. يلا ستوب هات اللايف معلش هات اللايف هات اللايف هات اللايف هو نفس اللاعب اللايف بعد اذنك معلش سمير سامحني اخر حاله بس ستوب. هنا ديانج لو عدى يا كابتن يعمل ايه؟ سؤال لو عدى ومر هروح من الناحيه دي ممكن اقطع على حسب مش عارف فين يا كابتن العب لبره يعني على حسب هيعدي فين يعني لو عديت يعني هنا كابتن لو انا عديت من هنا من ده هجمه خطره برضو يبقى انا النهارده 2 على كام؟ 2 على 1 مظبوط كابتن بلال تاني لو المخالفه دي ما تمش من 24 هعدي كابتن ايمن هروح ناحيه الشمال واخش على جوه يبقى 2 على 1 لازم تعطيل هجوم واحد مظبوط تعطيل هنا مخالفه تستوجب لازم بطاقه ثانيه. يمكن دي الحالات اللي كانت معانا مش مؤثره وفي ظل التوقيت اللي احنا فيه كابتن علاء والضغط اللي على الحكام الله يكون في عونهم. انا بس عاوز اخر حاجه كابتن ايمن واشاهد اشاهد من اهلها في اجتماع لجنه الحكام في الاخير في معرض الانديه والاتحاد طلع واحد من اعضاء لجنه الحكام اللي هو شغال بقاله 3 سنين بيسالوه انت عندك مشاكل في الفار ليه؟ قال لهم ان اللي كانوا مسؤولين كانوا بيدوا الحكام معلومات غلط. خلي بالك دي مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا. احد اعضاء اللجنه اللي كانوا شغالين وما زالوا حتى الان موجودين بيسالوه عندكم مشاكل في تقنيه الفيديو او الفار؟ قال لهم اللي كانوا مسؤولين في الفتره اللي فاتت كانوا بيدوا للحكام معلومات خاطئه. بمعنى يعني ايه بيدوا يعني الحكام معلومات خاطئه؟ في حاجه اسمها بروتوكول الفار. ايوه هذا ليه ضوابط والبروتوكول ده عشان تدي الـ او المفهوم بتاعه ما تتدخلش فيه حاجات. على سبيل المثال حاله رامي ربيعه في ماتش اللي هو كابتن علاء حط كرة ولعب فاكر فرق فرق امبي لا امبي فاكر فرق لما حط كرة ولعب كان امير عمر امبي ايوه كابتن امبي لما تعادل سبحان الله وهنا لما كسبنا جه منها جون يا كابتن علاء جه منها جون دي من ضمن الحالات ايوه واتلغي احتسب الجون الفار جاب الحكم مظبوط فقال له ايه قال له ده هم التعليمات قالوا لي ان ال الحاله دي تجيب الفار تجيب الحكم فيها ثاني يوم في ملعب اسكندريه ماتش في الدوري الانجليزي رميت تماس رميت نفس الحاجه. فاذا النهارده بنقول ان جلاتنبرج لو في امكانيه يرجع مش هيرجع يا كابتن بلال خلاصه الكلام هاتوا لنا حد من اوروبا عنده سي في محترم عشان نقدر نستفيد منه في الفتره اللي جايه. مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله تمنياتي بالتوفيق في كاس العالم باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر امتعتنا كالعاده. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصر نهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والبنك الاهلي في الجوله رقم 15 للدوري المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 ومواصل التربع على القمه منفردا. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه وبالتوفيق
المباراه القادمه بدايه مباريات النادي الاهلي في كاس العالم الانديه مع اوكلاند سيتي بطل نيوزيلاند يوم 1 فبراير. باذن الله التوفيق للنادي الاهلي علشان مواصله النتائج الطيبه باذن الله في كاس العالم. ومين اصلا بيروح كاس العالم للانديه غير النادي الاهلي المصري؟ كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله الفتره القادمه. بشكر نجومنا الكبار اللي مشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شرفتنا، كابتن وامتعتنا. بشكرك كابتن ايمن، ومن فوز لفوز ان شاء الله، والنادي الاهلي يشرف مصر ويشرف الدنيا كلها وجماهيره في المغرب الشقيق باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا كابتن امتعتنا. مبروك يا كابتن، وانتظار بقى كاس العالم للانديه ونقفل على الدوري باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء ميهوك امتعتنا كابتن، اشكرك يا ايمن شكرا، مبروك وكل امنيات طيبه ان شاء الله للنادي الاهلي في المغرب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن امتعتنا كابتن. لا شكرا، ربنا يخليك الله يسلمك. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.